يجيك رامي يا غافل. رئيس بلدية أخويا معاك. بلدية؟ ايه رئيس بلدية. اسمعني. بلدية. ايش عندك مشكلة مع البلدية؟ نعش عهوتها ثلاثة مرات الكلمة، ما هيش سبرة وكلمة عادية. بلدية اخويا، فهمت؟ رئيس بلدية. رئيس بلدية، مرحبا بيك. انا ريت الناس الكل يتصوروا معناها رؤساء البلديات ويعاونوا في المجتمع وكذا. واحد انا جاتني فكرة معناها جهنمية، معناها ما جاش بها حتى حد الفكرة هذه. نجي لديار المواطنين معناها وكذا واحد، ونجيب معايا مصورة ونعمل لكم جروم مانيج معناها في الدار، تنظيف هايلة. نجيبك مواد التنظيف، فهمت كيفاش؟ ها والمعدات، ونعمل لكم جرو ماناج في الدار معنا. ايواش وقتاش نجم تعدى اخويا؟ بارك الله فيك وكثر منك الناس. اما انا حبيت ننفع البلديه معناها نتاعي، فعظم ننظف لهم الشوارع والله، لو باش نضافوا الاسنان العام الجاي على الاقل الديار يا اخويا نبداو بيهم، فهمت كيفاش؟ انا بتبيعتي معايا الجفال والسبركة توا والمصلحة وكذا والدينول والجريزاي وكذا، في اي وقت معناها نتعدى لك خويا، فهمت؟ بارك الله فيك. كان المدام تتقلق ولا حاجة؟ تشاوروها مدامكم انتريتية معناها ماذا بكم شوية ونس هكا ولا لا؟ نجيو هكا نفعو لكم بالتعار، نعمل لكم جرو ماناج. ها يا خويا اخزر لك المدام بس تتقلق ولا حاجة، نتصلوا بها رئيس بلدية معك، مانيش نلعب خويا. بارك الله فيك. هي اسمعني، وكان الحيوط ما همش مدهون انا ادهنوا لكم الحيوط، فهمت كيفاش؟ بارك الله فيك. سعودي كريس لي سيدك كيك على غيرتك. ما نحبوش. وعلا ما تحبوش؟ احنا ونضيفين ومرجلين ومورنا. بارك الله عليكم. ايه زيادة الخير ما فيها ندامة يقولوا هكا ولا لا؟ لا عادي، ياسر المولي كثر من العسل يا مسار. هي ما هذا مش عسل، هذا جريزاو ودينول وجفال، حشاك معناها وحشا قدرك. ايه عاد يا اخويا انا شنو نعمل؟ انا حط روحك في بلاصتي يا اخي، انت اخبوني رئيس بلديه، فهمت؟ وريت الناس الكل رؤساء البلديات. انا بلديه. اسمعني، البلديه اللوطانيه ذيك، عرفت؟ بحث الحماس، بحث الحماس، غادي شيره الحماس قبل الكيوسك، فهمت؟ انا عندي مشكله، ريت رؤساء البلديات الكل يتصوروا وينظفوا كذا واحد. يعني جاتني فكره باش ننظف زاد اخي، كان هما الله فيك والشوارع اي شوارع ما فيهم ما ينضافوا يا خويا ما فيهم ما ينضافوا. والله لا ينضفوها من هنا العام الجاي يا خويا. انا قلت على الاقل الديار احنا ربي يستر ونلبس ودنيتنا قدامنا. بارك الله فيك يا خويا، تعبكم راحه، هاتي خلينا نخدمكم بركه. تشي المشكل وين المشكل؟ ما قديتوش الشوارع، ما تقدروش الديار الشوارع على المسرح عشان خلي الديار. لا الشوارع ما فيها حل، والله ما فيها حل. اسمعني، الحل انا نظف لكم دياركم، هذا الحل الوحيد اللي لقيته. لا خويا بارك الله فيك، نعمل لكم دهينه جديده، فهمت؟ ها كان عندك جرد نتلهالكم بها نجيبو جنان. هي تو انا اخويا شريت الجفال والجريزي معناها وكذا واحد بزايد. نعملهم معناها نشربهم معناها تو معناها مش انت اللي انتخبتني سي علي؟ ما هو معايا ولا لا علي؟ لا صالح يا سي علي، يا سي علي معليش علي، ربي يعليك ويخليك. ما تعرفش كيفاش كي ما تحبش ننظف لك الدار وكذا. اشري علي اخويا، عندي 50 اشري علي 50 بدون جريزي و50 بدون جفال، خذهم عندك بيحهم اخويا، ماله اشريهم علي. ها هو عطار، هاني عطار طوي خذهم عليك كل سي علي العطار. العطار سي علي يا سلم، الكل علي انا علي، والله عطى علي العطار واللي تعرف الكل علي. بلاي خايب عليك، انا وراسي وجعني وما تعبنيش مالا. يجيك رامي يا غافل. مرحبا بي.